بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية الثانية إعدادي، نشوف إن شاء الله. جزئية أخرى تتعلق بالصحافة. هنا عندنا كما نلاحظ بعض العناوين. Voici quelques titres d'articles de journal، يعني ها هي بعض العناوين d'articles لبعض الموضوعات de journal، يعني من الصحافة. مثلا قد نجد كرياسيون دي فيستيفال دي فيلم أفريكان، يعني كرياسيون يعني إنشاء أو خلق دي فيستيفال، يعني لمهرجان، يعني إنشاء مهرجان دي فيلم، يعني الفيلم أفريكا الإفريقي. سيناتور دان تخيتي دو بي استوريك، يعني إمضاء يعني معاهدة للسلام تاريخية. هنا تورناج دان غون فيلم أباري. هاد كلمة تورناج يعني تتعني تصوير بواسطة آلات، بطبيعة الحال أنها تأخذ مناظر عامة. بطبيعة الحال عندما يتعلق الأمر بفيلم، يعني أننا نأخذ يعني بعض الصور للمناطق أو للأماكن التي سيدور فيها هذا الفيلم. إذا تورناج دان غون فيلم أباري، يعني أننا سنأخذ يعني أننا سنصور الأماكن التي سيجرى فيها الفيلم. إذا تورناج دان غون فيلم أباري. إذا تورناج تعني التصوير بآلات، بطبيعة الحال أنها تأخذ مناظر عامة. إذا فونداسيون دي جورنال لو موند بار، إذا هذا فونداسيون دي جورنال أنه تأسيس جريدة، جريدة لو موند، تأسيس جريدة الموند بهذه الشخصية بار هوبير بوف ميري. إذا كما نلاحظ بأن هذه العناوين كلها، بدل أن نقول مثلا في العنوان الأول كرياسيون دي فيستيفال دي فيلم أفريكا، بدلا أن نقول مثلا اللجنة كذا وكذا التي تكلفت بإنشاء مهرجان للفيلم الإفريقي إلى آخره، ماذا قلنا؟ كرياسيون دي فيستيفال دي فيلم أفريكا، يعني إنشاء مهرجان للفيلم الإفريقي. أو كان من الممكن أو كان من الممكن مثلا عوض أن نقول سيناتور دان تخيتي دو بي إسويك، أننا نقول مثلا بدل أن نتكلم عن أشخاص أو أن نتكلم عن مبادرة أو أن نتكلم عن يعني ظروف معينة دفعت لهذا الإمضاء إلى آخره، نحن نقول فقط سيناتور دان تخيتي دو بي إسويك، يعني ليس فيها تفاصيل، يعني أن هذا الكلام يأتي موجزا. كما نلاحظ بأن هذه العناوين كلها كما نلاحظ ليس فيها فعل تقريبا، يعني أنها كلها مبدوءة باسم ثم تنهى بكلمات بطبيعة الحال موجزة. إذا هذه الطريقة في التعبير بطبيعة الحال تستعمل في الصحافة بكثرة، ونسميها لا نوميناليزاسيون. تنشوف هنا كاين فيها كلمة نو يعني اسم، يعني كأننا يعني أننا نعيد الجملة التي فيها فعل وفيها تفاصيل معينة طبيعة الحال، وتعطي تقريبا نفس المعنى. نعوضها بماذا؟ نعوضها بجملة مبدوءة باسم، نعوضها بجملة تأتي مبدوءة باسم، واسم يعني مصدر غالبا. إذا وتكون موجزة ولها وقع، يعني بدل لو أننا استعملنا مكان هذه الجمل مثلا أفعال، لا بطبيعة الحال لكانت الجملة أطول ولم يكن لجملة بطبيعة الحال وقع على السامع. إذا هذه العناوين بهذا النوع أنها لها بطبيعة الحال خصوصية ولها مميزات بالمقارنة مع الجمل التي تكون مبدوءة بفعل إلى آخره. لا نوميناليزاسيون كونسيست، يعني أن هذه لا نوميناليزاسيون كونسيست أنها تقتضي، أو دورها إن صح التعبير consiste à transformer، يعني أن تصلح لتحويل à transformer en nom، يعني للتحويل إلى الاسم، يعني أن هذه لا نوميناليزاسيون تقتضي التحويل أو تصلح للتحويل إلى الاسم. ماذا سنحول إلى الاسم؟ a verb، يعني ممكن أننا نحول verb أو an adjective. مثلا في فيرب مثلا ممكن أن نقول voilà comment débuter un travail، ها هي كيف
تبدأ عملا. إذا ممكن أننا نعوض فقط لو ديبي دان ترافاي، يعني فقط يعني بداية عمل. إذا مثلا لادجيكتيف ممكن أننا نأخذ كلمة فخي، يعني مثلا لو لي فخي يعني حليب طري، أو نقول لا فخيشور دو لي، يعني كأننا نتكلم عن طراوة حليب، لا فخيشور دو لي. إذا يعني هذه أدجيكتيف. ممكن أننا نأخذ هذا، نقوم بعملية لا نوميناليزاسيون يعني انطلاقا من أدفيرب. يجب التفريق بين نوميناسيون و نوميناليزاسيون. نوميناسيون أنك تسمي شيء، هاد لا نوميناليزاسيون أنك انطلاقا من أدجيكتيف أدفيرب أو من فيرب أنك تعود للاسم. إذن سيت ترانسفورماسيون، هاد التحول بيرمي دو، أنه يمكن من فورنير اون غراند كونتيتي دانفورماسيون ان بو دو مو، يعني أنك تعطي فورنير، يعني أنك تموّن، هذا هو لا فورنيتور يعني التموين. إذا فورنير يعني أنك تموّن، فورنير يعني فورنير تعني تموّن، يعني أنها تمكن من ماذا؟ تمكن من تموين une grande quantité، أنها تعطي، هذا المقصود، يعني أنها تعطي une grande quantité d'information، يعني مجموعة كبيرة، يعني أو كمية كبيرة d'information، يعني من المعلومات، un peu de mots، يعني في كلمات قليلة. إذا هذا من الأدوار ديال la nominalisation. أيضا أنها تمكن de mettre l'accent sur l'essentiel du message. أننا عندما نتكلم مثلا لا فخيشور دو لا، مثلا أول حاجة تسمع ديك لا فخيشور هي الأولى، إذا أنك تتركز على هذه الكلمة بالضبط. إذا شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ سيتادير ميتخ لاكسون سور ليسونسيال دو ميساج، أنك تتمشي للمكان اللي باغي تركز عليه في واحد الميساج، في واحد الرسالة، يعني أنك تحط النقاط على الحروف كما تنقولوا حنا فرنسية، تنقولوا ميتخ لاكسون سور ليسونسيال. ليسونسيال يعني المهم، يعني انك تضع لاكسون سور ليسونسيال يعني على المهم، دي ميساج يعني من الرسالة، يعني انك تضع النقطة على الحرف الذي تريد ان تميزه على باقي الحروف. طبيعة الحال ان الميساج ممكن يتضمن الكثير من المعلومات، لكن انت من خلال هاد لا نوميناليزاسيون انك تركز على نقطة معينة، على كلمة معينة وسط ذلك الميساج أو تلك الرسالة. إذا هنا هذو هما تقريبا الدورين المهمين المذكورين هنا، يعني حسب التكست، يعني أنك أولا يعني أنك من خلال هاد لا نوميناليزاسيون تحويل، يعني التحويل من لادفيرب أو من لادجيكتيف أو من لوفيرب، يعني أن هذا الأمر سيعطي معلومات أكبر، يعني أنه سيعطيك مجموعة معلومات أو يعني كونتيتي يعني كمية دانفورماسيون يعني من المعلومات أون بو دو مو، يعني في القليل من الكلمات كما لاحظنا في العناوين التي سبق ذكرها. ثانيا ميتخ لاكسون سور ليسونسيال دو ميساج، يعني أنك تضع النقطة على الفكرة، حتى تلك الفكرة أنك تضع النقطة على ما يجب التركيز عليه داخل تلك الفكرة، يعني أنك تريد التركيز على اسم معين أو على صفة معينة من تلك الفكرة. إذا لافخاز نومينال، يعني عندما طبعا عندما نحول هاد الجملة التي فيها فيرب أو أدفيرب أو أدجيكتيف إلى آخره، نحولها إلى اسم، إذا هنا ستصبح عندنا فخاز نومينال. إذا لا فخاز نومينال إيت أون فخاز كونستخويت سون فيرب، يعني هي جملة، الجملة الإسمية هنا بطبيعة الحال إيت أون فخاز، هي جملة كونستخويت يعني أنها مكونة مبنية سون فيرب، يعني بدون فعل. لا فخاز نومينال يعني الجملة الإسمية كلون غوتخوف التي نجدها سوفون،
يعني غالبا دون لي تيتر، يعني في العناوين دو بريس يعني عناوين الصحافة، بروفوك يعني أنها تخلق ماذا؟ النافع، يعني تأثير. إذا عندما طبيعة الحال نكتب عناوين معينة في الصحف بهذه الطريقة، فهذا يخلق يعني تأثير، يخلق تأثير يعني واحد الإحساس، أن في دو راكورسي، هاد راكورسي بطبيعة الحال نطلقوها على بصفة عامة، هاد راكورسي أننا نطلقوها على الطريق المختصر أو على الفكرة يعني المختصرة بطبيعة الحال. إذا العناوين من هذا الشكل تخلق ماذا؟ تأثيرا من خلال فكرة موجزة، أيضا تخلق واحد التأثير من ماذا؟ ديميدياتتي، للفورية، يعني أن الأمر يقع فورا، يعني هذا الإحساس يقع فورا، دو شوك يعني للصدمة. إذا عندما ترى هذا العنوان بهذا الشكل، وخاصة إذا كان الخبر بطبيعة الحال مهما فبطبيعة الحال فهذا سيصدمك بطبيعة الحال. بطبيعة الحال نحن لا نتكلم عن الصدمة بالشكل السلبي، ولكن سيصدمك من حيث الأخذ بك، أو من حيث إثارتك، أو من حيث يعني الأخذ بشعورك. هذا هو المقصود هنا باللوشوك. الصدمة هنا بطبيعة الحال هي أن يجعلك العنوان تنساق كليا وراء الخبر، بحيث أنك تضع كل حواسك هنا. هذا هو الصدمة المقصودة هنا بطبيعة الحال، وبالتالي أنك ستشتري بطبيعة الحال الصحيفة، وهذا هو المهم بالنسبة للجريدة. حياكم الله وإلى اللقاء.